السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم على قناة أم أماني. وصفة اليوم عبارة عن جينواز في المول العجيب بذوق الفراولة وكريمة شانتيي. هذه الكيكة هشة وسهلة التحضير. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله بتحضير هذا النوع من الكيك. نقوم بتحضير الجينواز بالمقادير التالية: 4 حبات بيض، 120 غرام سكر عادي، 120 غرام فرينة أو طحين، أضفت لها ملعقة صغيرة من خميرة الحلوى وملعقة صغيرة من الفانيليا. أولا نقوم بخلط البيض مع الفانيليا أنا هنا راح نستخدم البيتخا. نخلط البيض والفانيليا، بعد ذلك نضيف السكر ونستمر في الخلط حتى يبيض الخليط ويتضاعف حجمه. هذا هو شكل الخليط بعد تحريك البيض مع السكر جيدا، تضاعف حجمه وأصبح لونه يميل إلى البياض. في هذا الوقت نقوم بإضافة الفرينة أو الطحين على 3 دفعات ونحرك بالسباتول أو الملعقة بدون استخدام الخلاط الكهربائي، ونقوم بخلط أو دمج المكونات دائما من الأسفل إلى الأعلى حتى لا نخرج كمية الهواء الموجودة في الخليط. هذا قوام الكيك. هنا الكيك أصبح جاهز لتحضير هذا النوع من الكيك. راح نستخدم المول العجيب بعد دهنه بكمية من الزبدة ورش عليه كمية من الطحين. نقوم بإفراغ الكيك الذي قمنا بتحضيره داخل المول. ثم نقوم بتعديله. بهذه الطريقة نقوم بإدخال الكيك للفرن على درجة حرارة 180. الفرن طبعا يكون مسخن مسبقا حوالي من 20 إلى 30 دقيقة على حسب نوع الفرن. هذا شكل الكيكة بعد طهيها. نتركها تبرد تماما ثم نقوم بتقطيعها إلى قسمين بواسطة سكين يكون مسنن.
هكذا. الآن نترك الكيكة على جنب ونقوم بتحضير كريم شانتيي. بالنسبة لكريم شانتيي نحتاج إلى كريم شانتيي أو بودرة شانتيي مع ماء بارد. هنا دائما القاعدة هي كمية البودرة شانتيي نفسها كمية الماء. أنا عندي هنا 130 غرام كريم شانتيي، نضيف له 130 مللتر من الماء أو 130 غرام من الماء البارد، وبوصف الخلاط الكهربائي نقوم بخلطه حتى نتحصل على كريمة الشانتيي. هذا هو قوام كريمة الشانتيي التي سنزين بها الكيكة. نحتاج أيضا إلى التزيين إلى حبات من الفراولة وإلى قطع صغيرة من الفراولة، بيستاش وهذا اختياري. نحتاج إلى لوسيرو أو الشربات. طريقة تحضيرها 2 كأس من الماء زائد كأس سكر عادي، نضعها فوق النار لمدة 7 دقائق ونتركها تبرد تماما لتشريب الكيك. الآن نبدأ عملية التزيين الكيك. هذا الكيك بعد ما قطعناه نأخذ الجزء اللغوي نقوم بتشريبه بالشربات هكذا. بالنسبة لكمية الشربات هذا اختياري، يعني كان اللي يحب الكيك يكون مشرب وكان اللي يحب يكون ناشف نوعا ما، لذلك فهذا اختياري، أنا نحب وسط. نضع كمية من كريمة الشانتيي ونقوم بتسويتها. يعني كنصيحة الكيك دائما أو هذا النوع من الجينواز الكيكات اللي هي عبارة عن جينواز نقوم بتحضيرها ليلة قبل أو بطهيها ليلة قبل، راح تساعدنا أكثر في العمل. أنا عملتها اليوم وحضرتها اليوم لذلك راهي تتفتت نوعا ما. إذا بعد وضعنا الكريمة كطبقة ونضع كمية من الفراولة الفخاز هكذا. الآن نأخذ الطبقة الثانية ونقوم بوضعها بهذه الطريقة مع الضغط على الأطراف.
الآن نقوم بتزيين الكيكة بالكريمة من كل الأطراف. إذا بعد تغطية الكيك بكريمة الشانتيي نقوم بتزيينه بالبيستاش، وهذا اختياري، يعني ممكن أننا نستخدم فقط كريمة الشانتيي ونستغني عن البيستاش. في هذه الحالة يجب وضع طبقة سميكة نوعا ما من كريمة الشانتيي وتعديلها جيدا. أنا يعني هنا عدلتها بشكل بسيط فقط لأني راح نغطيها بالبيستاش. بعد تزييننا للكيكة بالبيستاش على الأطراف وهذه الجهة العلوية، نقوم بتزيينها في الوسط بحبات الفراولة بهذه الطريقة. نختار دائما حبات تكون متشابهة. هذا هو شكل الكيكة بعد تزيينها بالفراولة في المنتصف ودهنها من فوق بالنقاش. لون البيستاش الأخضر مع لون الفراولة أعطى شكل جمالي للكيكة. بما أنه سعر البيستاش مرتفع يمكن استبداله بكمية من اللوز عفوا. نضيف لها نكهة البيستاش وملون أخضر. ونزين بها الكيكة. أو يمكن الاستغناء عن البيستاش أو اللوز نهائيا، نكتفي فقط بالفراولة، هذا شيء اختياري. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.